الاحترافيه اللي صلاح شايفها هناك بس مش اكتر. شكرا يا محمد على المداخله، والناس كلها بتقول فعلا كلام زي ده. طلب المداخله مدرب كره السله، منتخب كره السله يا سامي، منتخب كره السله الكابتن كريم فتحي. اتفضل كابتن كريم، مساء الخير. ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس، اتفضل. بص انا هقول لك موقف كده صغير حصل معانا. احنا كنا بنلعب بطوله افريقيا في موزمبيق. ايوه كنا واحنا بنطلع بالملعب الناس بتتكلم على محمد صلاح. تمام. هم يعرفوا مصر دي كلها باسم محمد صلاح. يعني واحنا ماشيين بتيشيرتات منتخب مصر كان الجمهور كله بينادي علينا ايجيبت ما بين قوسين محمد صلاح. وانتوا باسكت مش كوره. باسكت بالظبط كده. مش معقول الراجل ده سمعته في في في, في العالم كله، مش 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 في افريقيا بس، سمعته بيحترمونا كلنا عشان خاطر الراجل ده رياضي. يعني احنا حتى لما بتشتري اي هدايا اي حاجه بيشوفك لابس تيشيرت منتخب مصر بيحترمك وبيقدرك عشان خاطر الراجل ده. والله يا كابتن كريم حضرتك كده يعني لخصت الموضوع في كلمتين. محمد صلاح اصبح ايقونه تسويقيه على الاقل بالنسبه لمصر والرياضه المصريه في العالم كله. لازم عندي التزام مع الاعلانات، انا اسف اعذروني.